ومن هذا التقرير نستمر وإياكم بالحديث عن آخر التطورات والمستجدات الأخيرة على الساحة السياسية، إسقاطات التصعيد والعدوان على غزة وعودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات وجهود غانتس لتشكيل حكومة ضيقة بدون القائمة المشتركة. فهل سينجح في ذلك؟ وما هي انعكاسات هذه الجهود على المجتمع العربي؟ حول هذه التطورات سنتحدث إلى ضيوفنا النائب في الكنيسة الدكتور يوسف جبرين والصحفي حسين سويتي، والذي سوف يرافقني ويشاركني على مدار الحلقة كمحاور شريك ومحلل سياسي. أهلا فيك أستاذ حسين سويتي والنائب دكتور يوسف جبرين. أهلا وسهلا. أهلا فيكم دكتور يوسف. طبعا يعني نحن شهدنا في هذا الأسبوع تطورات خطيرة، تصعيد العدوان على غزة وعودة نتنياهو إلى سياسة الاغتيالات، لماذا وفي هذا الوقت بالتحديد؟ أنا برأيي لا يمكن الفصل بين هذا العدوان الجديد على أهلنا في غزة وبين توقيت هذا العدوان، وخاصة بعدما سمعنا تصريحات واضحة بأن يعني الهدف العسكري بين مزدوجين الذي تحدث عنه نتنياهو يعني كان يعني موجود تحت المراقبة كل الفترة الأخيرة، وهذا كان واضح من التصريحات الإعلامية. هذا التوقيت برأيي جاء ليخدم الأجندة أولا السياسية لنتنياهو الآن في مرحلة تركيب حكومة جديدة، قد يكون لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام ليس برئاسة نتنياهو. وبلا شك الأمر الثاني هو أيضا يعني التطورات الشخصية بحق نتنياهو واحتمال تقديم لوائح اتهام قريبة ضده. في اعتقادي كل من تابع يعني السجال السياسي في الأسبوع الأخير رأى بلا شك أولا أن القرار هو قرار شخصي لنتنياهو وليس قرار يعني للمؤسسة العسكرية. ثانيا أن من يمكن أن يربح والوحيد الذي يمكن أن يربح من يعني هذا العدوان على غزة هو فعلا نتنياهو. أولا هذه محاولة واضحة منه للعودة إلى يعني فرصة تشكيل ما يسمى حكومة وحدة قومية، وهذه الفرصة التي من الممكن أن تبقيه رئيسا للحكومة على الأقل للفترة القريبة القادمة. مما لا شك فيه العدوان يعني قرب هذه الفرصة وقرب مسألة يعني الإجماع القومي داخل المجتمع اليهودي، وهذا الإجماع القومي يؤدي عادة إلى ما يسمى حكومة وحدة قومية. سنعود إلى هذا الموضوع دكتور يوسف، ولكن اسمح لي التوجه للصحفي حسين سويتي. أستاذ حسين، طبعا يعني نحن نشهد من كلام دكتور يوسف أن الفائدة يعني بالبداية وبالأساس هي لصالح نتنياهو، فهل حقا استفاد نتنياهو من هذا العدوان؟ وهل يمكننا القول أنه استخدم يعني الدم الفلسطيني كوقود لمخططاته؟ يعني نبدأ عندما يرسم أي سياسي خطوة يضع الهدف من هذه الخطوة. عندما أطلق نتنياهو هذه الحملة أو هذه الحرب تحت مسمى تصفية، التصفية هي مصطلح مافيا. فمن بداية العملية نرى أن التفكير السائد هو التفكير المافيوي وليس التفكير الحكومي السياسي ولا التفكير العسكري. ثانيا عندما يتحدث عن الحزام الأسود ولم يذكر حزام أسود دان واحد أو دان أو نعم دان واحد أو دان اثنين أو دان ثلاثة، فهذا يعني أن العملية كان المفروض أن تكون متدحرجة، يعني خلصوا على القائد الأول سيتم التخلص من قائد آخر وربما جر حماس وقوة أخرى إلى المعركة. ما حصل حسب رأيي أن نتنياهو حتى إذا كان الهدف فقط تصفية مزدوجين أبو عطا فهو عمليا فشل على الصعيد العام الصعيد السياسي. نستطيع القول بوضوح أن هذه المعركة التي استمرت فقط أقل من 72 ساعة إسرائيل خرجت منها خاسرة لأنها لم تحسم. يعني إذا أخذنا حروب إسرائيل من 48 إلى الآن كل الحروب حسمت فيها إسرائيل ما عدا 73 لم تحسم نهائيا حتى 2006. في 2006 فقدت قضية الردع مع المقاومة في لبنان، الآن هي فقدت أيضا قضية الحسم في غزة، لا الردع ولا حسم. أستاذ حسين سنعود لهذا الموضوع، ولكن معي عبر الهاتف بروفيسور محمود يزبك محاضر في جامعة حيفا بمجال تاريخ الشرق الأوسط المتواجد حاليا في إسطنبول في سنة تعليمية دراسية هناك. أهلا فيك بروفيسور محمود. أهلا وسهلا بك.
أهلا فيك أستاذ محمود. على البعد الإقليمي وتزامن الاغتيال مع محاولة هي الأولى من نوعها كما نشر طبعا في مواقع الصحافة والمواقع الإعلامية، إلى ماذا تشير محاولة اغتيال شخصية أمنية وسياسية فلسطينية في دمشق العجورة؟ طبعا هذا الاستهداف، وهل يحمل هذا التصعيد رسالة من إسرائيل للدول المجاورة؟ طبعا يعني واضح أنه كل العملية كانت في دمشق أو في غزة هي متواصلة ولها هدف واحد بالنهاية، وتوقيت العملية هو الأهم في القضية هذه، والتوقيت هو أكثر من ما هو عسكري، هو قضية سياسية داخلية إسرائيلية. وما حصل حاليا يعني في غزة أو في دمشق عمليا في هذه العملية العسكرية هو عملية خدمة السياسيين الإسرائيليين وخاصة نتنياهو نفسه. وإذا ما نظرنا ماذا حدث قبل العملية بيوم يومين، قام بتعيين شخص يعني في وزارة الدفاع، وكأنه يعني في تغيير في السياسة الإسرائيلية، لكن عمليا ما حصل هو لا يوجد أي تغيير في السياسة الإسرائيلية، لأنه السياسة الإسرائيلية ما يسمى الدفاعية أو الحربية من يعينها في الوقت الحاضر ويديرها هو نتنياهو بنفسه، ولذلك نتنياهو يخدم نتنياهو ليس أكثر وليس أقل من ذلك، ولا يوجد أبعاد أكثر من هذا الشيء الذي هو عملية خدمة نتنياهو لنفسه في هذه المرحلة. القضية الأهم هنا أنه هل المجتمع الإسرائيلي لهذه الدرجة بين قوسين أو بدون قوسين من الغباء أن يقبل أن نتنياهو المتهم حاليا يعني في اتهام واضح أنه سيكون بخيانة الأمانة، أن يقبل أن يجر إلى معركة وقد يكون في هذه المعركة قتلى إسرائيليين، ولكن الدم الفلسطيني طبعا مباح في هذه القضية من أجل خدمة مصلحة سياسية لأي شخص في الدولة إن كان نتنياهو أو غيره. هنا هذا يعني الغباء الذي يحصل في داخل المجتمع والعدواني والتطرف اليميني الهائل حينما يكون في ضغط على المجتمع من قبل يعني القادة السياسيين هو الشيء المثير في هذه القضية. صحيح. ولذلك استغلال أنه يعني كان في إمكانية لإقامة حكومة ضيقة مصغرة بدعم أو غير دعم من القائمة المشتركة، أنا أعتقد أنه هذا كان بعيد عن الواقع ومجرد كلام من أجل الضغط على نتنياهو. ولذلك هو هذا نتنياهو يعني استعمل كل الأسلحة التي بيديه، ومن بين هذه السلاح الذي كان متوقع ومتوقع دائما أن يستعمله أنه الدم الفلسطيني أو الدم العربي على غزة. يعني منفذ لنتنياهو لينقذ جلده من الواقع السياسي الذي يعيشه في هذه الحالة. بروفيسور محمود، طبعا بهاي النقطة يعني نحن يعني شهدنا الكثير من التحليلات ومعظم التحليلات تؤدي إلى نفس المسار، هل يمكنك القول أن نتنياهو قد حقق أهدافه وهذا ما يعني سيخدمه وسنراه في الأيام القريبة القادمة؟ يعني في هنالك هدف يعني أو في تخوف، خلينا دعينا نقول أنه كان عند نتنياهو نوع من التخوف أنه قد يلتف عليه أن يقيم حكومة يعني بدون نتنياهو. ولذلك الآن هو ألغى هذه النظرية بالكامل، لا يوجد إمكانية الآن يعني لدى قيادة القائمة المشتركة أن تفكر أساسا، وهذا ما يعني الجميع تحدث به قبل هذه المعركة، بأنه يعني القائمة المشتركة تكون في وضع سيء جدا فيما لو دعمت هذه الحكومة من الخارج، لأنه يعني كل يوم متوقع أن يكون هنالك دم فلسطيني يعني نسفك على يد القوات الإسرائيلية. فما هو موقفنا في هذه القضية؟ طبعا سيكون موقف صعب جدا ويعني حتى يكون فارق تاريخيا. ولذلك أنا أعتقد نعم نتنياهو استطاع أن يحقق هدف سياسي في الداخل الإسرائيلي، لكن طبعا بالقضية العسكرية لا يوجد أي تحقيق لأي هدف كان يكون، إنما فقط قتل الأطفال والنساء والشيوخ الذين رأيناهم على شاشات التلفزيون كيف يقتلون بدم بارد دون أن يتحرك حتى العالم. الأكثر من ذلك أنه يعني في ظل صمت دولي، الشيء المقلق أنك أنت تسمع مباشرة حينما بدأ العدوان على غزة أن يقوم الدول الأوروبية والسفارات الأوروبية في إسرائيل بإصدار بيانات ضد المقاومة في غزة وليس من أجل يعني تخفيف العدوان. هذا كمان تطور مهم أن يجب أن نلتفت إليه، كيف يكون ردود الدول التي تسمى نفسها يعني حامية لحقوق الإنسان بينما رأينا تنتهك حقوق الإنسان.
بروفيسور محمود يزبك، يعني الوقت يداهمنا، بدي أشكرك على هاي المداخلة. بروفيسور محمود يزبك محاضر في جامعة حيفا بموضوع تاريخ الشرق الأوسط، كان معنا من إسطنبول. دكتور يوسف، طبعا احنا سمعنا اقوال بروفيسور محمود يزبك، كان هنالك يعني تصريحات انه هذا الوضع الذي بادر اليه نتنياهو سيكون له انعكاسات سلبيه على القائمه المشتركه، وهو ايضا اشار الى انه يعني موقفها هو حساس جدا، ماذا تقول بهذا السياق؟ يعني اولا لا شك ان نتنياهو يتصرف لانه بازمه، هو يشعر ان يعني حياته السياسيه كما يبدو تقترب إلى نهايتها، وهو إن يعني لا يهدف إلى تخليص نفسه نهائيا، على الأقل يريد أن يكسب بعض من الوقت ليرى كيف تتطور الأمور على الساحة السياسية الإسرائيلية. بكل ما يتعلق في يعني الفترة الأخيرة، رأينا بشكل واضح أن نتنياهو قام بخطوتين في الأيام الأخيرة. هنالك هذه الحملة العسكرية المتجددة على أهلنا والدمار الذي يزرعه في غزة، مقابل رغبته في أن يربح بعض النقاط السياسية، ولكن أيضا رأينا يعني هذا الهجوم التحريضي العنصري ضد القائمة المشتركة وضد النواب العرب. وعلى فكرة هنالك يعني في اليسار الإسرائيلي من صرح تصريحات مشابهة لتصريحاتنا، تحديدا عمر بارليف وغيره أيضا، ولكنه استهدف تحديدا نواب القائمة المشتركة بهدف واضح، هو يريد أن يقول أنه لا توجد أي إمكانية أخرى إلا لحكومة وحدة قومية، وهذا جزء من يعني مسألة سحب الشرعية من أي دور سياسي للقائمة المشتركة. هذا لا يعني أن يعني إمكانية دعم المشتركة لحكومة من الخارج كانت فعلا جدية، ولكن نتنياهو يعرف أنه يعني إذا ما أغلق الطريق نهائيا على أي نقاش بهذا الموضوع، تبقى يعني يبقى الخيار الوحيد هو خيار يعني أن يواصل رئاسة الحكومة بما يسمى حكومة وحدة قومية. الحقيقة هي أن نتنياهو يستغل كل هذه الظروف لمواصلة ما قام به طوال أكثر من 10 أعوام، التحريض ضد الجماهير العربية في البلاد، التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، والتحريض ضد أي دور سياسي نقوم به، لأن أي دور سياسي لنا في الساحة الداخلية في إسرائيل هو حتما ضد نتنياهو، ويهدد نتنياهو، يهدد إمكانية أي إمكانية لأن يبقى في الحكم. بالنسبة للقائمة المشتركة، يعني أنا أقول بشكل واضح، يعني أصلا حتى الآن لم يتم يعني هنالك توجه رسمي من يعني كحول لافان لإمكانية دعم حكومته من الخارج. هو جلس مع كل الأحزاب، هنالك من رفض أن يجلس معه مثل أحزاب اليمين. نحن وافقنا على فكرة بإجماع كل مركبات القائمة المشتركة أن نجلس مع ممثلي كحول لافان. بعد هذه الجلسة لم تكن يعني جلسات إضافية، وبسبب الأوضاع أيضا بسبب الأوضاع بلا شك، ولكن أيضا بسبب موقفنا السياسي الواضح بأننا يعني لا يمكن أن نكون لا داعمين لأي يعني خطوة سياسية تستهدف شعبنا وأهلنا مثل هذا العدوان. ولكن مهم لي أن أوضح بهذا السياق، يعني كل ما نقوم به بهذه المرحلة من يعني جلسة عمل ما قبل العدوان الأخير أو يعني تواصل مع كحول لافان، نحن نعرض قضايا أهلنا، قضايا جمهورنا، وهي قضايا يعني حقوق إنسان بامتياز، ولا توجد علاقة لهذا العرض ولهذا الطرح بقضية يعني دعم الحكومة من الخارج. بمعنى نحن نطرح هذه القضايا وسنواصل طرحها أيضا من يعني من المعارضة لجانس. هذا مهم جدا دكتور يوسف. طبعا نحن يعني أستاذ حسين أيضا لك، يعني أنا أشهد أنه يعني أنت يعني مستعد للسؤال، ولكن قبل ذلك بودي أن أسألك يعني انعكاسات هذا العدوان على غزة كيف ستكون وكيف ستؤثر على القائمة المشتركة ومخططاتها المستقبلية، وأيضا بإمكانك مشاركة دكتور يوسف في الحوار. أنا كنت بدي أسأل أولا دكتور يوسف، هل بعد الجلسة اللي كانت بين أيمن عودي والدكتور أحمد الطيبي وغانس، هل تمت لقاءات أخرى؟ ليس لقاءات بالمعنى الرسمي ولا لقاءات تفاوضية، وطبعا لم يجري أي لقاء يعني في الأيام الأخيرة في ظل هذا العدوان. يعني نحن نلتقي بأعضاء الكنيسة حسين من يعني كحول لافان يعني كل الوقت يعني كأمر يومي في لجان الكنيسة داخل الهيئة العامة، هنالك حديث عن يعني كيف نصوت مع بهذا الموضوع وبآخر، هذا جزء طبعا من العمل البرلماني يعني اليومي. ولكن إذا كنا نتحدث عن لقاء بمعنى تفاوضي
التفاوض، لا يعني هذا لم يكن. كما هو معروف لأهلنا يعني لدينا يعني أمور واضحة ومطالب محددة نحن نطلبها كما قلت بدون علاقة بمسألة دعم الحكومة من الخارج. نريد لقادة كحول لافان أن يلتزموا بهذه القضايا عندما يكونوا في الحكومة، حتى طبعا عندما نكون في المعارضة. هذا من جانب بهذا السياق. نعم هذا من جانب، ولكن يعني أيضا من جانب آخر يعني كلنا نذكر يعني المرحلة التاريخية الوحيدة التي يعني دعمنا فيها في الجبهة والحزب الديمقراطي العربي في فترة حكومة رابين، يعني حكومة رابين من الخارج في التسعينيات. وكلنا نذكر أن يعني الجبهة قدمت يعني حجب ثقة عن الحكومة بسبب مخطط لإقامة مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جبل أبو غنيب. هذا بالنسبة لنا كان كاف لإسقاط. لماذا أذكر هذا الموضوع؟ أذكر هذا الموضوع لأقول أن يعني هنالك يعني مبادئ أساسية في أي علاقة لنا مع يعني طبيعة أي حكومة أو أي تشكيلة تكون، في كل ما يتعلق في مسألة الاحتلال، توسيع الاستيطان، عدوان على أهالينا، لا يمكن لأي يعني لا القائمة المشتركة أو لأي مركب فيها أن يعني يتفاوض مع من يريد أن يشكل حكومة على أساس استمرار هذه السياسات العدوانية ضد أهالينا بلا شك. بدون أدنى شك دكتور يوسف. أستاذ حسين، طبعا يعني شهدنا هذا الأسبوع مظاهرة في تل أبيب ومظاهرة الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية ضد العدوان على غزة. هل شكلت عمليا نواة العمل الشعبي الأول وبداية من تل أبيب؟ وهل هذا يعني أن القائمة المشتركة بدأت فعليا تؤثر في الشارع والرأي العام؟ يعني بدي أرجع كمان للسؤال اللي ذكر بإجاز لو سمحت، وقتنا ضيق. اولا العاصمه العربيه الوحيده او القوه العربيه اليهوديه الوحيده، القوه العالميه الوحيده التي خرجت ضد الحرب في غزه على غزه هي الجبهه الديمقراطيه والحزب الشيوعي، وحصل هذا في قلب تل ابيب، مش في رام الله ولا في دير البلح ولا في بيروت ولا في اي عاصمه عربيه او عاصمه صحيح. اخرى. وهذا مؤشر إلى أن القوة الأساسية التي تقف ضد سياسة الحرب والعدوان الإسرائيلية لا تزال الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي. هذا أولا. ثانيا، هي باستمرار للحراك المتواصل للجبهة والحزب في النضال ضد سياسة الحرب والعدوان على كل الأصعدة. ثالثا، المقارنة التي تتم بين ما حصل في 92 وما يحصل الآن هي مقارنة ظالمة جدا 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 لسببين. أولا، هذه ليست مقاربة. هذه مقاربة. أنا أعتقد أننا متفقون بهذا الموضوع. اسمح لي أقول ليش. لأن رابين عندما اتخذ هذا القرار لم يتغير. رابين كان مضطرا أن يتخذ هذه الخطوة لأنه كان استطاع أن يصل إلى استنتاج أنه غير قادر على حسم المعركة ضد الانتفاضة. ومن هنا كان عليه أن ينقذ جيشه وينقذ سلطته وينقذ حكومته وينقذ دولته. من هذا المنطلق فتش عن من ينقذه، ولذلك تجاوب مع شروط الجبهة وشروط القائمة الموحدة، قائمة الحزب العربي الديمقراطي، وليس ليعطي العرب حقوقهم. ولكن هذا لا يلغي ان يعني كانت تاريخيه طبعا اعتراف منظمه التحرير الفلسطينيه ولذلك ميزانيات بشكل جدي للمجتمع العربي. هو كان مضطرا لانه يريد ان ينقذ نفسه، ليس ينقذ حكومته. استاذ حسين، لنعود الى الان ما هي السيناريوهات المتوقعه بجمله سريعه منكم من دكتور يوسف لننهي سريعا. بالنسبه على الصعيد الاسرائيلي، باي باي حكومه وحده وطنيه ايضا، وباي باي حكومه صغيره او مقلصه. نحن نتوجه الى انتخابات ثالثه فلسطينيا، وهذا مهم جدا. كان تساؤل في الشارع العربي بشكل عام عن حماس ودورها في المعركه هذه. أود أن أشير هنا إلى ملاحظة سريعا لو سمحت. أين خسر نتنياهو؟ نتنياهو خسر أولا لأنه جعل النتيجة الأساسية أنها وضعت الجهاد الإسلامي على الخارطة التنظيمية الفلسطينية في غزة كقوة قادرة على محاربة إسرائيل بنفس القوة التي تقوم بها حماس. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو وحماس لديهم مصلحة مشتركة واحدة، وهذه المصلحة أرادا أو لم يريدا تلتقي في مقاومة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في رام الله. من هذا المنطلق حماس من مصلحتها أن يبقى نتنياهو في الحكم،
ولكن من مصلحة الآخرين ومن ضمنهم الجهاد أن لا، حتى لو بقي نتنياهو في الحكومة، هم يريدون أن يكون أن ترتفع أيضا رقبة وقوة الجهاد كقوة مواجهة مع حماس في إدارة السلطة أو المناطق الفلسطينية في قطاع غزة. جانس من مصلحته أن يخسر نتنياهو الحرب حتى يستطيع أن يشكل حكومة ويستطيع أن يفاوض السلطة الفلسطينية في رام الله. من هنا التقت كل هذه الخيوط، وكان نتنياهو مضطرا أن ينهي الحرب بشكل سريع حتى لا يغلق أقطار، لا يغرق أقطار ولا يتورط أكثر. شكرا أستاذ حسين. دكتور يوسف، ما هو ردك والسيناريوهات المتوقعة سريعا؟ نعم، السؤال الكبير الآن فعلا ماذا سيحدث في الحلبة السياسية. أولا، هنالك إجماع أن هذا العدوان على أهالينا في غزة زاد من احتمالات فرصة ما يسمى حكومة وحدة قومية، ائتلاف ما بين كحول لافان وبين الليكود. السؤال متى سيحدث هذا؟ أمام جانتس أيام قليلة وتنتهي فترة تكليفه. صحيح. أنا باعتقادي بهذه الفترة لن ينجح جانتس في أن يركب حكومة بسبب أيضا تعنت نتنياهو وقضية هذا الجسم من 55 عضو كنيسة من اليمين واليمين المتطرف. هذا سينقلنا أوتوماتيكيا إلى فترة 21 يوم، أي حتى منتصف يعني ديسمبر الشهر القادم. التوقع هو من جانب آخر بهذه الفترة أن يتم أيضا تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو يعني بشبهات الفساد وتلقي الرشاوة. هذا سيضعف نتنياهو جديا، وبالتالي يعني اعتقد يعني ان احتمال الانتخابات الثالثه وهو ما يريده نتنياهو ما زال وارد، ولكن ما بعد العدوان الاخير زادت احتمالات تشكيل حكومه في فتره ال 21 يوم الاخيره المسموحه لتشكيل الحكومه. بهذه الفتره سيتم اضعاف نتنياهو بسبب الاعلان عن تقديم لوائح اتهام. هذا سيتيح مجال لتنازلات داخل الليكود ولتغيرات في موقف الليكود، وبالتالي ستسمح ان تكون حكومة ما يسمى وحدة قومية، ولنا طبعا في القائمة المشتركة في يعني رأس المعارضة ضد هذه الحكومة طبعا بمشاريعها الخطيرة، سواء بما يتعلق بضم الاستيطان أو بما يتعلق بمواصلة أي سياسات تمييزية ضد أهالينا. النائب دكتور يوسف جبرين، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة.